بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طالبات ثاني ثانوي، اليوم إن شاء الله نتكلم عن درس أشكال الجزيئات. الفكرة الرئيسية لهذا الدرس يستعمل نموذج التنافر بين أزواج الإلكترونات التكافؤ اللي هو يسمى فاسبر لتحديد شكل الجزيء. أهداف الدرس: تلخص مفهوم نموذج التنافر بين أزواج الإلكترونات التكافؤ فاسبر، تتوقع الشكل والزاوية الربط بالجزيء، تعرف التهجين. الربط مع الحياة: لعلك يوما دلكت بالونين بشعرك وأنت تلعب، هل رأيت كيف يتنافر البالونان بسبب شحنتيهما المتشابهتين ويبتعد أحدهما عن الآخر؟ كذلك الحال مع الشحنات، فإن أشكال الجزيئات تتأثر بقوة تنافر الإلكترونية. نتعرف على نموذج التنافر بين أزواج الإلكترونات اللي هو يسمى بنموذج فاسبر. نلاحظ أنه يحدد شكل الجزيء خواص الفيزيائية والكيميائية. من خلال شكل الجزيء ممكن أن أحدد الخواص الفيزيائية والكيميائية للمركب من خلال شكل الجزيء. من يحدد لي شكل الجزيء؟ تحدد الكثافة الإلكترونية الناتجة عن تداخل مستويات الإلكترونات المشتركة معا شكل الجزيء. نلاحظ أن الكثافة الإلكترونية في تداخل مستويات الإلكترونات المشتركة معا تحدد لي شكل الجزيء، وشكل الجزيء يحدد لي كثير من الخواص الكيميائية والفيزيائية للمادة أو المركب الموجود عندي، للجزيء الموجود. ويسمى النموذج المستخدم لمعرفة الجزيء، استخدم النموذج اسمه نموذج فاسبر لتحديد شكل الجزيء. يسمى النموذج المستخدم لتحديد شكل الجزيء بنموذج فاسبر. ماذا يعني نموذج فاسبر؟ يعني التنافر بين أزواج إلكترونات التكافؤ. فاسبر معناه التنافر بين أزواج إلكترونات التكافؤ، ويعتمد هذا النموذج على الترتيب الذي على شأنه أن يقلل التنافر بين أزواج الإلكترونات الرابطة والغير رابطة حول الذرة المركزية إلى أقصى درجة ممكنة. نموذج فاسبر يعتمد هذا النموذج على ترتيب من؟ ترتيب الأزواج الرابطة والغير رابطة حول الذرة المركزية. ترتيبها يعتمد على هذا الترتيب على تقليل التنافر بين الأزواج الرابطة والغير رابطة. ولفهم نموذج فاسبر على نحو أفضل، تخيل بالونين منتفخين مربوطين مع بعضهم البعض. يمثل كل بالون منطقة كثافة إلكترونية، وتمنع قوة تنافر منطقة الكثافة الإلكترونية الإلكترونات الأخرى من دخولها. عندما تصل مجموعة من البالونات بنقطة مركزية وهي تمثل الذرة المركزية، فمن الطبيعي أن تأخذ هذه البالونات شكلاً يقلل من التصادم بينهم. لاحظي معي، عند ربط بالونين أعطاني شكل خطي، عند ربط ثلاث بالونات مع بعض في نقطة مركزية أعطاني شكلاً مثلثاً، عند ربط أربع بالونات أعطاني شكل رباعي الأوجه منتظم. هذا ما يسعى إلى فهمه أو تفسيره نموذج فاسبر. الذرة المركزية تعرف بأنها الزاوية بين ذرتين جانبيتين، والذرة المركزية بزاوية الربط، عفوا زاوية الربط تعرف بالزاوية بين ذرتين جانبيتين، والذرة المركزية تعرف بزاوية الربط. الربط مع علم الأحياء: يعد شكل جزيئات الطعام عاملا مهما في تحديد طعمها، حيث تغطي براعم التذوق سطح اللسان، ويحتوي كل برعم ما بين 50 إلى 100 من خلايا مستقبلات الذوق. تحدد خلايا مستقبلات التذوق خمس نكهات، هي الحلو والمر والمالح والحامض ونكهة طعم جلوتامات الصوديوم الأحادية. تستجيب كل خلية مستقبلة للذوق نكهة واحدة فقط. تحدد أشكال جزيئات الطعام اعتمادا على تركيبها الكيميائي، وحينما يدخل الجزيء نسيج التذوق يجب أن يكون له الشكل الصحيح لتتمكن كل خلية عصبية من تمييزه، وإرسال رسالة للدماغ الذي يحللها بوصفها نكهة معينة. وعندما ترتبط هذه الجزيئات بمستقبلات الطعم الحلو يكون مذاقها حلوا، وكلما زاد عدد جزيئات الطعام المرتبطة بمستقبلات الطعم الحلو زادت حلاوة الطعام. فالسكر والمحليات المصنعة ليست جزيئات حلوة وحيدة، فبعض البروتينات الموجودة في الفاكهة جزيئات حلوة الطعم، ولقد تم إدراج بعض أشكال الجزيئات المعروفة في الجدول.
هذا بالنسبة لي شكل الجزيء ونموذج فاسبر. نجي لما يعرف بالتهجين. ما هو التهجين؟ يحدث التهجين عند دمج شيئين معا. ما يعرف بالتهجين هو دمج شيئين معا، حيث يكون للشيء الهجين خواص كلا الشيئين معا. هذا ما يعرف بالتهجين. يحدث عند دمج شيئين معا، وحيث يكون للشيئين الشيء الهجين يكون جامع بين كلا الشيئين الموجودة مع بعض، اللي دمجت مع بعضها البعض. فمثلا عندنا السيارات الهجينة، مثال: تستخدم الكهرباء والجازولين مصادر الطاقة، وخلال الترابط الكيميائي يخضع العديد من المستويات الذرية لعملية التهجين. لفهم ذلك ندرس الرابطة جزيء الميثان. نأخذ جزيء الميثان وندرس الرابطة في جزيء الميثان. مثلا فذرة الكربون لها 4 إلكترونات تكافؤ. نسبة ذرة الكربون تحتوي على 4 إلكترونات تكافؤ، وتوزيعها هو باستخدام الغاز النبيل 2s2 2b2. هذا بالنسبة لجزيء الميثان. بينما تتوقع أن ترتبط الإلكترونات المنفردة من b بذرات أخرى، وأن تبقى إلكترون 2s أزواجا غير مرتبطة، ولكن يحصل لذرات الكربون عملية التهجين. كيف يحدث عملية التهجين لذرات الكربون؟ يتم خلط المستويات الفرعية لتكون مستويات مهجنة جديدة متماثلة. في المستويات الهجينة في ذرة الكربون، حيث يحتوي كل مستوى مهجن على إلكترون واحد يمكن أن يشترك به مع ذرة أخرى. ويسمى المستوى المهجن sp3، لأنه يتكون من مستوى واحد s وثلاث مستويات b بالنسبة لذرة الكربون. ويعد الكربون هو و 2s 2 في التوزيع الإلكتروني و 2b2 هذا بالتوزيع الإلكتروني العادي، ال s فيها 2 وال b فيها 2. لكن لاحظي طريقة التهجين، أنه ممكن الإلكترون الموجود في ال s ينتقل للمستوى b، ويصبح التهجين عبارة عن 2s S3S SB3، يعني 1S و3B مع بعض، والإلكترونات راح تتوزع في هذه المستويات، مستوى الإلكترونات الرابعة. عندنا أيضا مثال ثاني على التهجين، اللي هو جزيء كلوريد الألمنيوم، 3 أزواج إلكترونات أو 3 أزواج من الإلكترونات. يتوقع نموذج فاسبر أن يكون شكل الجزيء مثلث مستوي، وينتج عن هذا الشكل عن تداخل المستوى الفرعي S مع مستويين فرعيين B في ذرة الألمنيوم، وتكوين 3 مستويات هجينة متشابهة من نوع SB2. تحتل الأزواج الغير مرتبطة مستويات مهجنة أيضا، حيث يحتوي كل من المركبين على 3 ذرات. فلما هذا بالنسبة لثالث كلوريد الألمنيوم وطريقة التهجين فيه. نلاحظ في الجدول، قسم لك الجدول بأشكال التهجين والمستويات الفرعية والجزيئات. فمثلا عندنا الجزيء كلوريد البريليوم، عدد الأزواج الكلية اللي موجودة راح يكون 2، الأزواج المشتركة بين المركبين راح يكون 2، إذا مجموع الأزواج الغير رابطة، لا توجد أزواج غير رابطة، إذا شكله راح يكون خطي، فتكون البريليوم في الوسط والأطراف كلور وكلور، بيكون شكله خطي وزاويتها 180. نوع التهجين SB فقط. يوم عدد الأزواج الإلكترونية الكلية، عدد الأزواج الكلية 3، عدد الأزواج المشتركة 3، إذا شكل التهجين راح يكون عبارة عن مثلث مستوي. نوع التهجين أو مستويات المهجنة SB2، وزاويته راح يكون 120. أيضا مثال شكل رباعي الأوجه، نوع التهجين SB3 والزاوية 109،
البي اتش 3 راح يكون شكله مثلث هرمي، لاحظي لأنه يحتوي على زوج غير رابط فراح يكون في الأعلى، فراح ياخذ مساحة كبيرة الزوج غير رابط ويدفع الروابط إلى أسفل بيطلع الشكل مثلث هرمي. بالنسبة لجزيء الماء، وجود زوجين غير رابطة نوع تهجين SP3 راح يكون يوجد زوجين على جزيء الماء، لذلك راح يكون شكل الماء عبارة عن شكل منحني. أما مركب ال SF6 اللي هو فلوريد الكبريت، نلاحظ النوع نوع التهجين SP3D2 وشكله راح يكون ثماني الأوجه. نلاحظ أن الجزيء أزواج إلكترونات غير رابطة مع الذرة المركزية، ومع ذلك فله 6 أزواج رابطة مرتبطة حول الذرة المركزية لتكون شكلا ثماني الأوجه. كيف يمكن نطبق هذه الأشكال على الجزيئات؟ لاحظي معي في طريقة حل المثال ثلاثي هيدريد الفوسفور، راح نطبق طريقة رسم الجزيئات كما أخذنا سابقا. ثلاثي هيدريد الفوسفور عبارة عن 3 ذرات هيدروجين وذرة فوسفور. الفوسفور عدد الإلكترونات تكافؤه 5، فيكون 1 ضرب 5 زائد الهيدروجين 3 ذرات 3 ضرب 1 يطلع لي الناتج 8 إلكترونات. 8 إلكترونات اللي هي الإلكترونات الكلية راح نقسمها على 2 لنحولها إلى أزواج، فتصبح 4 أزواج. 4 أزواج راح نمثلها، عندي ذرة فوسفور في الوسط وحوالينها 3 روابط هيدروجينية، هذا بالنسبة لتركيب لويس. زوجين زوجين زوجين، يبقى عندي زوج واحد فأضعه فوق ذرة الفوسفور يطلع الشكل، بما أنه موجود فوق إلكترونات غير رابطة فإنها راح تدفع الروابط إلى أسفل فيصبح شكله مثلث هرمي، مقدار زاويته 107، ونوع التهجين راح يكون SP3. وعلى هالأساس راح يتم حل المسائل اللي موجودة في الأسفل. كذا انتهينا من درس أشكال الجزيئات، وصلى الله وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.